السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هذا الدرس، هذا الدرس المخالف بالراندا وبجوج ديال الألوان. فهنا أنا استعملت الإبرة رقم 6 مع الحرير ديال الصابرة العادي مبروم على 3 ديال الشعرات. طبيعة الحال ما كننصحش أنكم تخدموا به، من الأفضل خدموا بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي كذلك على 3 ديال الشعرات. هنا واحد الملاحظة قبل ما نبدا معاكم هذا الفيديو، هذا كاين بزاف اللي مثلا هذاك الهرم اللي درته كقاعدة لهذا الدرس ممكن انه ما يعجبكمش ويجيكم الحجم ديالو كبير. في حالة الى شي وحدة ما عجبهاش هذاك الهرم ممكن انكم تستغناو عليه وتعوضوه بالدرس ديال الواحد فقط. يعني فاش تخدمي الدرس ديال الواحد وتوصلي عند هاد المرحلة هذه اللي واصله ليها انا دابا، بقاي غاده غير بالدرس ديال الواحد كقاعده على طول هذاك الطرف ديال التوب اللي عندك، خدمي فقط درس ديال الواحد ومن بعد غادي ديري فوق منه الدرس المخالف اللي غادي نخدمه معاكم انا فوق من هاد الهرم. يعني انا حتى خدمت الخدمه كامله وقلت علاش يعني الحجم بحال كبير شويه، المهم كل وحده والذوق ديالها. فكيف ما قلت لكم اللي ما عجبهاش هذاك هذا الدرس هذا تخدمه كقاعده، دير فقط درس ديال الواحد غير درسه واحده وتبقى غاده بها حتى الاخر، عاد دير فوق منها هذاك الدرس المخالف الى خدمته. المهم ممكن انني نخدم هذا الدرس هذا في واحد الجلابه، الى خدمته راه غادي نبوستي لكم التصويرة ديالو باش تقدروا تشوفوا الشكل، وكذلك نلوح لكم بوست في الانستغرام باش تشوفوا هذاك الشكل ديالو وتشوفوا يعني الفرق ما بيناتهم. ممكن نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح، كنتمنى زعما نعاود نخدمه معاكم ولكن هاد الخدمه شويه طويله وغادي يكون غير اعاده فما كيلاش. المهم اول حاجه كتخدمي الهرم، هاد الهرم هذا كنخدمه غير بالدرس ديال الواحد، بسيط يعني هذا هو اسهل درس. فغير كتلوي البرا الخيط جوج مرات على البرا وكتجري الخيط، تعاودي ترجعي في هاد الغرزه هذه وتعاودي تمشي لهنا ما بين هذوك جوج الضربات اللي في التوب وديري هاد الغريزه هذه، طلعي الخيط الفوق وتهبطي هاد الهبطه هنا لتحت، ومن الافضل زيدوا ضربه اخرى في التوب عاد بداو هرم جديد باش يعطيكم واحد الفراغ فين تقدروا تخدموا الدرس المخالف. المهم انا هنا خدمت غير 5 ومن بعد غنرجع نكمل معاكم، غنبقى غاده غير بشويه. فالان غادي ناخذ خيط اخر، ممكن تاخذوا اللون الاخر تبداو به هو الاول او بداو بهذا اللون اللي خدمتو به الهرم. فاول حاجه غادي نثبت الخيط في الراس ديال الهرم ونرجع الخيط للفوق، من بعد غتخلي الهرم الثاني ما تخدميش فيه وتخدمي في الراس ديال الهرم الثالث. هذه هي اهم حاجه بالنسبه للناس اللي غادي يخدموا غير الدرس ديال الواحد عوض هاد الهرم، فممكن انكم تخليو جوج ديال الدروسه وتخدموا في الثالث. المهم انا غير نظريا نقدر نقول لكم جوج وخدموا في الثالث، فانتوما عينكم ميزانكم حيت انا ما خدمتوش، هذاك الشيء علاش ما نقدرش نعطيكم حاجه يعني مضبوطه. المهم غتعاودي ترجعي تثبتي الخيط في الدرس الاول او الهرم الاول، ومن بعد غادي نبداو الحبكه. هنا الحبكه غادي نعطيها لكم باعداد مضبوطه. المهم هذه الحبكه الاولى، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، 11، لاحظوا معايا مزيان،
اتناش، تلتاش، ربعتاش، خمستاش، وآخر وحدة هي الحبكة رقم 16. ديروا 16 حبكة، ضروري هنا أنكم تضبطوا الأعداد ديال الحبكة باش يجيكم الدرس مقاد بحال الأول بحال الثاني. المهم غترجعي تثبتي بغرزة في الراس ديال الهرم، من بعد خلي الخيط لتحت بهذا الشكل ورجعي للراس ديال الهرم الأول بهذا الشكل. هنا خدموا في الهرم، غديري هاد القوس هذا ولا هاد الخويط هذا فوق من هاد الحبكة بهاد الشكل. هاد الخيط الدور ديالو انه كيقصح لينا الخدمة، ومن بعد الدرس ما كيبقاش اعواج مع تصبين. المهم هنا غتمشي تخدمي فوق اول حبكة، لاحظوا معايا مزيان، غترجعي الخيط لتحت وتقلبي على اول حبكة وتخدمي فيها. غتجري الخيط بهذا الشكل، هذه الحبكة الأولى، وغادي نمشيو اللي حداها، دائما الخيط كيكون لتحت، وغادي تديري الحبكة الثانية. دابا هبطي الخيط لتحت بهذا الشكل، ضروري تركزوا على اتجاهات الخيوط إلا كنتوا مبتدئات. المهم غترجعي في هذه الحبكة الثانية وتلوي الخيط جوج ديال المرات على الإبرة، جوج يعني كافية، إلا لخدمتي بالحرير مبروم ممكن ديري ثلاثة. غادي نعاود نرجع في هذه الحبكة الثانية وغادي نحبك، لاحظوا معايا بهذا الشكل هنا، حاولوا تطلعوا الحبكة الأولى الفوق وشدوها مزيان، عاد رجعي في نفس المكان وديري الحبكة الثانية. إلا بغيتوا ديروا غير حبكة واحدة ممكن يعني تهي تجي مزيانة، انا فضلت ندير جوج، يعني شوفوا نتوما كل وحده والذوق ديالها. هنا غادي نرجع نحبك جوج ديال الحبكات. ضروري ديري الحبكه الاولى تخليها فارغه وتخدمي الحبكه الثانيه هي اللي ترجعي فيها وديريها الدرس ديال الواحد. فغادي نجر الخيط بهذا الشكل ونعاود نهبطو لتحت، نرجع في هذيك الحبكه ونحبك الحبكه الاولى، نرجع في نفس المكان وندير الحبكة الثانية بهالطريقة. والآن غادي نمشي للحبكة اللي حداها، لاحظوا معايا مزيان، واحد، ونمشي اللي حداها ونخدم جوج بهاد الشكل. من بعد غادا ترجعي فيها وتلوي الخيط جوج ديال المرات، جريه الفوق مزيان، هنا حاولوا تزيروا الخدمة مزيان، ومن بعد تعاودي ترجعي فيها في هذيك الحبكة وتديري حبكة، واحد، وتعاودي ترجعي فيها وتديري الحبكة الثانية. المهم نتوما غادي تكملوا حتى توصلوا للسبعة ديال الدرس ديال الواحد. هنا واحد الملاحظة، في حال الى جاكم هاد الدرس شويه مزاحم، يعني انا ملي بقيت هذا خدامه فيه بحال جا شويه مزاحم، خدموا غير ستة، خدموا ستة ديال الدروسه ديال الواحد، هذوك هاد الدروسه هادو اللي درتهم الفوق ديروا غير ستة فقط وكملوا بالحبكه عادي، غيبقاو لكم شي ثلاثه الحبكات كملوهم عادي، خدموا ثلاثه الحبكات وما ديروش فيهم هذاك الدرس. يعني في الاول كتبان لك مقاده، يعني كيف ما كتلاحظوا معايا الان كيبان لكم مقاد، ولكن فاش غتخدمي هاد الثانيه هاد القوس الثاني بحال تيدخلوا في بعضياتهم، المهم هو راه ما تيبانش حيت الدرس غادي يكون مخالف، فهداك هاد جوج دروس اللي غيكونوا يعني قراب لبعضياتهم ما تيبانوش كمنظر، ولكن الا ما عجبكمش الحال ممكن انكم تستعملوا كما قلت لكم، ديروا غير ستة كافيه وكملوا غير بالحبكه، يعني ما ديروش الدرس ديال الواحد. المهم هنا كديري هذا القوس الثاني طبيعه الحال بنفس اللون، نفس اللون،
هنا كتشدي في هذيك الحبكه الاخرى اللي خدمتي، يعني ما تشديش في الهرم، تشدي في الحبكه وتكملي. دابا غادي نرجع نعمر هذا القوس، كالعاده غادي ندير 16 حبكه. بالنسبه للناس اللي غادي يخدموا غير 6 الدروسه ديال الواحد، يقولوا لي شحال غنديروا من حبكه، حتى نتوما ديروا 16 حبكه وخدموا عادي، ديروا 6 من الفوق وقفلوا عليه، وثلاثه الحبكات غيبقاو لكم في الاخر خدموا. فهنا لاحظوا معايا مزيان، غادي نعاود نرجع في هذيك الحبكه الاخرى وغادي ندير هاد القوس هذا بهذا الشكل. هنا انا كنحاول نزير هاد الخيط مزيان باش ما يعاودش يرجع يتبعني. فالمهم غتهبطي الخيط لتحت بهذا الشكل وتمشي تقلبي على اول حبكه وتحبكي عليها. فهذه الحبكه الاولى دائما كتبقى فارغه، ما تخدمي فيها والو، وخدمي في الحبكه الثانيه. دابا غادي نرجع فيها ونلوي الخيط جوج المرات ونطلع البره الفوق، ونعاود نرجع فيها ونحبك الحبكه الاولى بهذا الشكل. اذا لاحظتوا معايا دائما الحبكه الاولى كنطلعها لفوق بضفري، عاد ندير الحبكه الثانيه باش تعطيني واحد المنظر زوين. من بعد غادي نرجع نحبك جوج ديال الحبكات، وغادي نرجع فيها بالدرس ديال الواحد بهذا الشكل. فاللي مازال مبتدئه تمشيت حاولوا تدربوا على الدرس ديال الواحد، وحاولوا تدربوا على الهرم، عاد رجعوا خدموا معايا هذا الدرس، حيت شويه غادي يجيكم صعيب وما غتعرفوش حتى الاسماء، فشويه كتكون صعيبه. بداو غير بالحوايج اللي بساط وساهلين، ومن بعد عاد خدموا الدروس اللي كيكون الحجم ديالهم كبير وفيهم يعني بزاف ديال التقنيات. المهم هنا الا لاحظتوا خدمت 7 ديال الدرس ديال الواحد، الا لاحظتوا هنا في الوسط غيبان لكم بحال الدروسه يعني بحال مزاحمين واحد شويه، هذاك الشيء علاش قلت لكم ديروا غير 6، يعني ممكن 6 انا بانت لي مزيانه، ولكن واخا تخدموا 7 ماشي اشكال، حيت في النهايه ما غاديش يبانوا. هذيك التلاقيه الوسطانيه غادي ندرقوها دابا بهذا اللون هذا. كتشدي في الهرم الاول وكتخلي الهرم الثاني وترجعي هذا القوس للقدام وتخدمي في الهرم الثالث. فهذا هو الفرق ما بين هذا الدرس هذا والدرس اللي كنت خدمته معكم سابقا. هذاك الدرس مخدوم بطريقة مختلفة على هذا، فاللي بغات تخدم الدرس اللي كنت خدمته قبل من هذا بنفس هالطريقة ممكن. المهم هنا غدا تعاودي ترجعي تخدمي في الهرم الأول، تشدي فيه الخيط مزيان باش تضوب لي هذاك القوس، وهنا يوليو عندك بطبيعة الحال جوج ديال الأقواس. هنا شوية الخدمة كتصعب لأن هذاك القوس الأول بحال كيبرزطك، ولكن ماشي إشكال. المهم غادي نرجع نحبك كالعادة واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، 11 12 14 15 و16 حبكة. المهم أنا هنا شوية طولت هذاك القوس، ولكن ماشي مشكل، غادي نرجع دابا نحاول نزيره. فغادي نمشي هنا للهرم وندير غرزة، طبيعة الحال الخيط كيبقى الفوق
وغتحاولي هنا انك تزيري هاد القوس هذا. الان هبطي الخيط لتحت وعاودي رجعي خدمي في الاول هرم. طبيعه الحال غادي نجر الخيط باش يعطيني واحد القوس من الفوق بهذا الشكل. ففي هذه الخدمه ما تنساوش خدموا باعداد مضبوطه وما تبقاوش غير غادين الحبكه، يعني غير عينكم ميزانكم باش يجيكم الدرس مقاد. يعني كاين شي دروسه اللي كنخدموا غير عيننا ميزاننا، هذوك راهم باينين، ولكن كاين شي وحدين ما خداماش فيهم هذيك القضيه ديال عينك ميزانك. الا تبعتيها ممكن يجيك الدرس ما مقادش، تجيك وحده كبيره وحده صغيره، يعني مشاكل. ف هتخدمي الحبكه الاولى وترجعي اللي حداها وتخدمي الحبكه الثانيه. هنا نفس الطريقه غير اعاده وصافي. علاش هنا غادي نحاول نزرب شويه، ممكن ترجعي في هذيك الحبكه وكتلوي الخيط جوج المرات وتجري الخيط لفوق. غادي نعاود نرجع فيها في هذيك الحبكه وغادي نخدم الحبكه الاولى والحبكه الثانيه. من بعد غترجعي في هذا القوس وغديري الحبكه الاولى بهذا الشكل. المهم غتكملي حتى توصلي للاخر. بطبيعه الحال نفس الاعداد، الا خدمتي سبعه ديال الدروسه ديال الواحد كملي بسبعه، خدمتي سته كملي بسته. بالنسبه اللي غتخدم سته غيبقاو لك في الاخر ثلاثه الحبكات، خدمي ثلاثه الحبكات عادي جدا. واخا يبانوا لك يعني بقى هذاك الفراغ ولكن ماشي اشكال. هنا طلعي الخيط الفوق ورجعي في الهرم باش المهم انا في الاخر كندير غير حبكه واحده وكنرجع صافي نسد عليها يعني بهذه الطريقه هذه. فكيجي هاد الدرس كيجي بحال التاج، كيجي المنظر ديالو رائع جدا خاصه الى طولتي الحجم. انا ما كرهتش كون خدمت هاد الدرس هذا في شي كم يكون طويل وتشوفوا المنظر ديالو في كم، يعني الحجم ديالو كبير باش تقدروا تاكدوا من الديكور ديال هاد الدرس. المهم دابا رجعت خدمت هاد الاقواس هادو باللون الاخضر. طبيعه الحال نفس الطريقه، يعني ما كاين شي حاجه مبدله، هذاك الشيء علاش ما صافي حيدتهم. اما الان لاحظوا معايا الخيط اللي باللون هذاك اللون الثاني، لاحظوا معايا مزيان الخيط الفوق، وكتهبطي القوس وتمشي لهذاك الهرم اللي بقى شايط وكتخدمي فيه. مو حتى حاجه ما شايطه، هذاك حنا خليناه اصلا باش نخدمو فيه. فغادا ترجعي وديري واحد القوس بهذا الشكل. من بعد كنرجعوا في هاد اخر حبكه كنا حبكناها قبل ما نثبتوا الدرس في الهرم، كترجعي فيها وتثبتي هاد القوس هذا الثاني. فهذه هي الطريقه سهله وبسيطه. فخدمي بلون واحد حتى تكملي وعاودي رجعي خدمي باللون الثاني، يعني اللي بغات تسهل على عليها الخدمه، او تبقاي غاده يعني تخدمي 4 5 تعاودي تعمريهم مزيان تكمليها يعني حتى هذه طريقه سهله. المهم دابا غادي نكملوا حتى توصلوا للنهايه كالعاده، يعني نفس الحاجه. لاحظوا معايا الشكل كيفاش كيجي رائع جدا، كيبان الدرس يعني بالاقواس مخالفين. اللي غادا تخدموا بالحرير المبروم غادي يبان الحجم ديالو صغر من هذا الحجم، وغادي يبان متقون اكثر من هذا الحرير ديال الصابره. كيف ما سبق ليا وقلت لكم ما بقيتش كنخدم بالحرير ديال الصابره لانه كيتشنتف مع الوقت. كاين بعض المرات كتلقاي حرير يعني الجوده ديالو مزيانه ولكن ماشي ديما، يعني مره كطيحي في شي حرير كيخسر لك خدمه كامله. تفاديا لهاد المشاكل استعملوا الحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. المهم كان شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينين. وهذا هو الدرس ديالنا ديال هاد النهار، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.